اليوم غنصيبو الوصفه ديال لي ميني بيتزا اللي اقترحتو علينا في التشالنج ديال اوغ بلون الذهب البيض هاشتاغ نخرج منه العجب. هاد الوصفه غنخدمو فيها الخضره اللي بيته من البارح والموتزاريلا والبارميزان ديال اوغ بلون. غنحتاجو لي فون دو بيتزا، لا صوص طوماط، دنجال، القرعه، البصله، موتزاريلا، البارميزان، الملح والبزار، الزعتر، الثومه وزيت العود وشويه ديال الحبق. غناخدو زيت العود، غنزيدو عليه الثومه، نحركو حتى تحمر لينا شويه الثومه، نزيدو لا صوص طوماط، نزيدو شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، شويه ديال الزعتر ونخليو حتى طيب لينا لا صوص طوماط. غناخد لا باتا بيتزا ديجا طايبه نص طيبه، ندير فوق منها شويه ديال لا صوص طوماط. غناخد لا موتزاريلا اوغ بلون محكوكه، ناخد الخضره مشويه، عندي هنا البصله، القرعه خضره والدنجال، غندير فوق منها شويه ديال الزعتر وندخلها تحمر في الفران. البيتزا طابت، غنزيدو فوق منها شويه ديال بارميزان اوغ بلون وشويه ديال الحبق. حتى نتوما اقترحوا علينا وصفات نتفاداو بها الضياع. اوغ بلون تخرج منه العجب.